أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم. والبداية بعناوين الأخبار. الأسرة الإعلامية الوطنية تحتفل اليوم باليوم الوطني للإعلام، موعد سنوي للوقوف عند واقع قطع استراتيجي يشهد حركية دائمة واستحضار أهم التغيرات التي تميز تطوره واستشراف الآفاق. بالصويرة انطلاق المسابقة الوطنية مغرب الابتكار، مسابقة تسمح للشباب حامل المشاريع والأفكار بإظهار إمكاناتهم في الابتكار أمام لجنة من الخبراء المغاربة والاستفادة من نصائحهم في التدريب والمرافقة والابتكار. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه مساء اليوم بملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله برباط مباراة أمام منتخب موريتانيا برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائية كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021. أهلا بكم. بداية وفي الشأن البرلماني، صادق مجلس النواب مساء أمس بالأغلبية في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وحظي المشروع بتأييد 146 نائبا فيما عرضه 60 من النواب. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7% مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2% وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5%. وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة مع تمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي. وسيتم عرض المشروع على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليها. 15 نوفمبر من كل سنة موعد سنوي تحتفل فيه الأسرة الإعلامية الوطنية باليوم الوطني للإعلام، مناسبة للوقوف عند واقع قطع استراتيجي يشهد حركية دائمة واستحضار أهم التغيرات التي تميز تطوره واستشراف الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام. تقرير حنان أرسلان. الاحتفال باليوم الوطني للإعلام والاتصال فرصة للوقوف عند أهم ما تحقق من مكتسبات في هذا المجال في ظل الإصلاحات القانونية والتشريعية التي عرفها القطاع، مع استشراف رؤية أفضل للعمل الإعلامي لضمان المهنية والمصداقية وتكريس حس المسؤولية. نحن نعتبر أن التربة الصالحة للإعلام هي تربة القوانين الجيدة، هي تربة الممارسة المتطورة، هي تربة استقلالية الصحفي وضمان وسائل العمل بالنسبة للإعلام. لما تتحقق هذه الإمكانيات يصبح بمقدور الإعلام أن يلعب دورا طلائعيا فيما يتعلق بتحقيق شروط التنمية المستدامة بصفة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية. هنا نركز على ضرورة إشراك الشباب كفاعل أساسي في التنمية. مجال الإعلام والاتصال يتأثر ويؤثر في حركية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والهدف المبتغى هو جعل الإعلام قادرة للتنمية المستدامة. الإعلام كيحاول يعني أنه يأثر على التنمية من خلال يعني توعية الناس بالبرامج التنموية اللي كتكون الدولة والسياسات العمومية في هذا المجال، سواء في الصحة، التعليم، التشغيل، في مجالات كثيرة. أيضا يعني التنمية كتستعن بالإعلام فأنها يعني تحاول توصل هذه البرامج يعني لواحد الفئة، كبر فئة من الناس، يعني باش تكون واحد استهداف جيد يعني الفئات المستهدفة من البرامج التنموية. محطات عديدة سجلت في مسار إصلاح ورش الإعلام والاتصال ببلادنا، فصول دستورية لضمان التعددية، ترسانة قانونية لدعم حرية الصحافة وحماية المصادر، هيئات ومؤسسات لتنظيم المهنة وتأطيرها. والمسار متواصل والتحديات كذلك في ظل الثورة الرقمية والتدفق المهول للمعلومات للتعاطي مع كل مستجد.
المسابقة الوطنية مغرب الابتكار مسابقة تسمح لحاملي المشاريع والأفكار بإظهار إمكاناتهم في الابتكار أمام لجنة من الخبراء المغاربة. المسابقة التي انطلقت اليوم بالصويرة هي مبادرة من مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة بشراكة مع مختبر الصويرة للابتكار والمبادرة الوطنية لتنمية البشرية، وسيستفيد المتنافسون فيها من نصائح الخبراء في التدريب والمرافقة والابتكار والخبرة. روبورتاج خديجة جمالي والمعتصم بالله البوساوي. بكل ثقة تواجه دنيا لجنة تحكيم المسابقة الوطنية مغرب الابتكار، تعرض تفاصيل مشروعها المبتكر. مشروع دنيا كان من بين 138 فكرة مشاركة في مرحلة التسجيل، والفوز يمثل بالنسبة للمشاركين فرصة للانطلاق في تحقيق مشاريعهم. مبادرة فريدة من نوعها، علمتنا أننا ننتقل في الأفكار ديالنا، وما كانتش الفكرة اللي سخيفة، أننا نطور هذوك الأفكار وأننا نديروا منهم واحد الحاجة مبدعة ونطورها ونخرجوها للواقع. فرصة باش أن بزاف ديال لي ستوديان كيسمعوا بشنو هي لونتربرونيا، اللي كيفهموا شنو هي المقاولة في حد ذاتها، كتجي كتشجع تعاونيات لي ستراكشور لي ديجا اكزيستانت باش أن تغونفورسي لي كاباسيتي ديالهم وتعاونهم باش أنهم يديفلوبيو لي برودوي ديالهم ولي مانيير باش كيسوقوا لي برودوي ديالهم. وسي هي واحد الفرصة باش أننا نكريو بزاف دلومبلوا. استفاد المشاركون من التأطير والتكوين عبر مجموعة من الورشات تهدف إلى تطوير أفكارهم وبلورة مشاريعهم، والفائزون تحظى مشاريعهم بالمواكبة والدعم. غادي يستافدوا من 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 التمويل، يستافدوا من المقر بالإضافة إلى التكوين والتأطير لمدة سنتين باش يأسسوا الشركات ديالهم. فكرة أو مبادرة، منتوج أو خدمة، كلها إسهامات من هؤلاء المشاركين لتطوير مسارهم الدراسي أو المهني، لكنها أيضا إسهام حقيقي في تطوير مستوى الخدمات والتنمية بإقليم الصويرة. ومعنا مباشرة من الصويرة السيد هشام مدرومي، الرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة. بداية سيدي، نود منكم تعريفا بتظاهرات مغرب الابتكار. نعم، تظاهرة مغرب ابتكار مسابقة وطنية انطلقت منذ شهر أكتوبر، الهدف منها هو البحث عن حامل الأفكار من شباب ومن أشخاص مع القيام كذلك بتطوير أفكارهم وتكوينهم والعمل على خلق شركات من أجل مساهمتها في تطوير الميدان الاقتصادي لمنطقة إقليم الصويرة. وحيث انطلقت هذه المسابقة منذ شهر أكتوبر، وحاولنا من خلالها جمع عدد كبير من المشاريع التي وصلت حوالي 138 مشروع، وبعد ذلك قامت اللجنة الوطنية من أجل اختيار واحد العدد اللي وصل 30 مشروع، وكان رغم ذلك مشاريع أخرى لم يتم اختيارها، ولكن أعطت أفكار مهمة لبعض يعني الأشخاص والمستثمرين المغاربة للذهاب بعيدا من أجل تطوير هذه المشاريع وفتح فرص العمل وفتح هذا الشباب في إقليم مدينة الصويرة. طيب، ما تقييمكم لحصيلة الفائزين سيتم؟ نعم، ما تقييمكم لحصيلة المرحلة الأولى من قافلة الابتكار بالصويرة؟ المرحلة الأولى الحمد لله عرفت نجاح، حيث القافلة تواصلت مع أكثر من 2000 يعني شخص حامل الأفكار، وتم وضع هذه الأفكار وتجميعها في إطار 138 مشروع، وبعد ذلك هذا 138 مشروع توفر عليه إقليم الصويرة في جميع الجماعات لإقليم الصويرة من جماعة حنشان، سميمو، وحدرة، وكذلك تمنار ومدينة الصويرة. وبعد ذلك تم اختيار 30 مشروع الذي تم دراستها
وكذلك حاولنا يعني اللجنة المنظمة باش تأطر هذه المشاريع 30 وعرضها البارحة من أجل اختيار 12 المشروع اللي وصل إلى النهاية اليوم، اللي بعد الظهر إن شاء الله غادي تعرف اختيار أحسن المشروع المشاريع اللي سيتم تقديمها لجوائز مهمة. ونشير هنايا بأنه يعني فضل طيب القافلة كان فضل يعني المبادرة الوطنية. سيد مدرومي، استكمالا لما قلتم سابقا، ما هي الآفاق المفتوحة أمام هؤلاء الفائزين؟ الآفاق المفتوحة أمام هاد الفائزين في المرحلة الأولى تكوين شركات، يعني المبادرة الوطنية التنمية البشرية، وكذلك مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في علم المهندس، وكذلك مختبر لينوفاسيون تصاويرا غادي يقوموا ب يعني خلق شركات لهاد الأشخاص حاملين المشاريع، وكذلك غادي تكون مرافقتهم لمدة سنتين، وتسكين هاد المشاريع غادي تكون لمدة سنتين من أجل إعطاهم واحد الانطلاقة وفتح أمامهم آفاق أخرى وإعطاء يعني ظروف شغل أخرى والشباب الإقليم صويرة. شكرا لكم سيد هشام مدرومي على الخطاب الملكي الأخير. نعم، شكرا لكم سيد هشام مدرومي رئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة على هذه التوضيحات. كنت معنا مباشرة من مدينة الصويرة. شكرا. الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا زال يتصدر واجهة الأحداث الدولية. اليوم أصيب فلسطينيان بجروح في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع للمقاومة في غزة، ومن جهتها أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قصفها مجددا لأهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في تطور يهدد اتفاق التهدئة الساري منذ الخميس في القطاع. زكية بلقاس. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط الهدنة المتفق عليها بشن غارات جديدة في الساعة الأولى من اليوم على مواقع للمقاومة الفلسطينية في رفح وفي خان يونس جنوب قطاع غزة. العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة شخصين بجروح حسب وزارة الصحة الفلسطينية. الغارات الإسرائيلية الجديدة تجعل اتفاق التهدئة بين سلطات الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى هشا ومهددا. مباشرة بعد هذا الخرق الإسرائيلي أطلقت صواريخ على نحو متقطع من غزة تجاه الأراضي المحتلة ليعود التوتر مجددا إلى المنطقة. جيش الاحتلال أعلن في بيان له أنه سيواصل التحرك ضد أي محاولة تمس المدنيين. وكانت المواجهات قد اندلعت بعد اغتيال القيادي بهاء أبو العطا في حركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية على منزله بغزة، مواجهات أسفرت خلال يومين عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين. الأطراف السياسية اللبنانية توصلت اليوم إلى توافق بشأن تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا جديدا للحكومة، وتم هذا التوافق خلال اجتماع بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن حزب الله وحركة أمل. ويبلغ الصفدي 75 عاما وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية. في بوليفيا أعلنت الرئيسة المؤقتة جانين أنياز أن حكومتها استأنفت الحوار أمس مع حزب الرئيس السابق إيفو موراليس، غير أنها رفضت في المقابل إمكانية ترشح الرئيس السابق للانتخابات المقبلة. وتسعى أنياز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد بعد 4 أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد وخلفت 10 قتلى وأكثر من 400 جريح. ساكنة عدد من الأحياء بالمدينة العتيقة لمراكش استفادت من حملة طبية للكشف عن مرض السكري. الحملة التي جرت بمركز التكوين المهني بتدرج المنصور الذهبي هي مبادرة من جمعيات نادي ليونس الثلاثة والمديرية الجهوية للصحة بمراكش. أمين علامة ومحمد حسن مسكور. إقبال مهم من طرف نساء ورجال من ساكنة عدد من أحياء المدينة العتيقة بمراكش على هذا المركز، حيث تنظم أندية ليونس بمراكش الثلاثة حملة للكشف عن داء السكري تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لهذا المرض. مبادرة تروم الكشف عن هذا المرض من خلال إجراء فحوصات وتقديم نصائح وتوجيهات للمصابين للتعايش مع المرض وتجنب مضاعفاته الخطيرة.
وكنجي ديما لهذا السنتر كل عام كنجي لهذا السنتر باش ندوز انا كيديروا حملات تحسيسيه على السكر على الكونسير على العينين كنجي ديما كندوز والحمد لله تيديروا هذه المبادره زوينه وتيقرروا لنا الوليدات وكل كل خطره تيديروا لنا هذه المبادره على السكر على العينين على كذا الله يجزيهم بخير احنا بصدد حمله ديال تحسيس داء السكري وندوات تحسيسيه وديبيستاج فحص هات الحملة كنقوموا بها احنا أندية ليونس مراكش احنا ثلاثة الأندية اتفقنا باش نتكتفوا المجهودات وباش نقوموا بهذا الحملة هذه تنظم هذه الحملة تحسيسية بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي التي تراهن ضمن برامجها على المجتمع المدني للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الساكنة للكشف المبكر عن هذا المرض والتعريف بخصوصياته احنا الاحتفال بهذا اليوم كنعتبروه واحد الخطوه من بين الخطوات اللي كتعتمدها وزاره الصحه في اطار تحسيس ديال الساكنه وتحسيس ديال المرضى بضروره الفحص وبضروره التتبع بضروره العلاج من اجل يعني باش ما يكونوش مضاعفات والتفادي ديال المضاعفات ضمن برنامج هذه التظاهرة توعية وتحسيس ساكنة الأحياء المجاورة وكذلك الشباب المتدربين بالمركز الجهوي للتكوين بالتدرج المنصور الذهبي الذي يستضيف هذه الحملة لتمكين هذه الفئات الشابة من التعرف على هذا المرض والتدابير الخاصة بالتكفل بالمرضى وسبل الحماية من المضاعفات الخطيرة لدى المصابين رياضيا تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مركب الأمير مولاي عبد الله برباط حيث يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراة برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تنظمها الكاميرون عام 2021 وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الموريتاني بداية من الساعة 8 مساء وقد أجرت العناصر الوطنية آخر استعداداتها قبل هذا اللقاء عبد الحق بيهات بعد خوضه لبعض اللقاءات الودية رفقة ربان جديد للمنتخب الوطني البوسني وحيد خليل زيتش والتي لم تكن مقنعة بشكل كبير يدخل المنتخب الوطني في أول لقاء رسمي برسم منافسات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائية كأس إفريقيا الأمم الكاميرون 2021 لتبدأ الأمور الجدية من الآن والآن شيء آخر الآن التأهل ولقاء رسمي لا تعرفون ماذا يقع الآن هناك شيء آخر الالتزام الانضباط والتنسيق هذا شيء جيد ولكن أنا جد مقتنع بالنظر إلى هذا ومن الضروري تحقيق انتصارين بدوره المنتخب الموريتاني بمدربه الفرنسي مارتينيز كورينتيان ينتابه طموح كبير لتحقيق نتائج جيدة والتطلع أكثر في المنافسة القارية والاستمرار في خطه التصاعدي رفقة مجموعة شابة وطموحة للمزيد من النتائج الطيبة بالنسبة لنا مقابلة صعبة مبدئيا سنواجه لاعبين من مستوى عالي في كرة القدم لاعبين ممارسين ومحترفين بأوروبا الآن نحن جئنا إلى هنا لتقديم كرتنا في محاولة لإعطاء كل ما لدينا من إمكانيات هذا اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة 8 ليلا بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط سيقوده الحكم الرواندي لويس كيازيمان والمنتخب الوطني ملزوم بتحقيق الانتصار قبل الرحيل إلى البوروندي في ثاني مواجهة يوم الثلاثاء القادم بحثا عن الانتصار والتأهل وعدم الانتظار قبل الختام تذكير بأبرز ما تابعنا في هذه النشرة الأسرة الإعلامية الوطنية تحتفل اليوم باليوم الوطني للإعلام موعد سنوي للوقوف عند واقع قطاع استراتيجي يشهد حركية دائمة واستحضار أهم التغيرات التي تميز تطوره واستشراف الآفاق بالصويره انطلاق المسابقة الوطنية مغرب ابتكار مسابقة تسمح للشباب حاملي المشاريع والأفكار بإظهار إمكاناتهم في الابتكار أمام لجنة من الخبراء المغاربة والاستفادة من نصائحهم في التدريب والمرافقة والابتكار
المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه مساء اليوم بملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله برباط مباراة أمام منتخب موريتانيا برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.